هنشوف مع بعض دلوقتي برنامج مجاني اوبن سورس بديل الفوتوشوب. البرنامج بيديني خصائص قوية جدا في تحرير الصور، ولكن مثلا اعمل جزء تحرير او سلكت الجزء معين من المبنى اقرره معايا، اقول له مثلا انقله لي من هنا لهنا، تقدر تقول له مثلا كبر لي الجزء دوت او صغره لي او لفه لي زي ما انت عايز. تقدر تتحكم فيه، تقدر تقول له خلاص انا عايز الشكل كده. تقدر تعمل تدرج لوني وتتحكم مثلا في درجة الشفافية بتاعتك زي ما انت عايز. خلينا نقول له الغي السلكت بالشكل دوت. تقدر تقول له مثلا عندك كمية كبيرة من الفلاتر زي ما انت شايف، انت ممكن تخليه عربي تخليه انجليزي زي ما انت عايز. ممكن نقول له مثلا عايزين بلور او غموض، يبقى الحاجة عاتمة دلوقتي بحيث ان انت مركز على جزء معين بالشكل دوت. في فلاتر كتيرة تقدر تختار منها زي ما انت عايز. البرنامج سهل وبسيط، ولو حد اشتغل على فوتوشوب هيلاقي نفسه مش محتاج تعليم للبرنامج، هيلاقي البرنامج تقريبا نفس الاختصارات نفس الزراير نفس كل حاجة. تقدر تكتب عليه الكلام اللي انت عايزه، تعدل فيه زي ما انت عايز. البرنامج من البرامج الحلوة والناس كتير شغالة.